خارج بين 3 و16 وبالداخل بين 11 و15 درجة. الجو غائم جزئياً مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بفترة النهار خاصة بالشمال، بيرجع من بعده بتحول طقسنا إلى غائم مع ثلج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. كيف الطقس بكرة ببعض مناطق وضيعة لبنانية وختام جولتنا بالقاع و15 درجة. درجة بالليل 19 درجة لنهار جمعة والجو ممطر، حرارة بتضل مستقرة على 19 نهار السبت وبتخفض ل 18 درجة نهار الأحد. انتبهوا على الفرقات وين ما كنتوا رايحين، سوق عملكم أنا بلاقي.